على فكرة مارت حساس كتير ودائماً بيعمل حاجز مشان يخفي مشاعره. بالبداية كان يتصرف معنا هيك، ما كان سهل عليه إنه يتقبلنا، بس الحمد لله بعدين اتفقنا. كانت أيام صعبة بس قدرنا نتجاوزها، لولا صبر كمال وتفهمه كان رح يكون الوضع أصعب بكتير. بالمناسبة أنا بحترم كتير دعمك ومساندتك لمرتك كمال بيك، لأنه الشيء اللي ساويته مو الكل ممكن يوافق عليه. سعادة نارين أكتر شيء بيهمني بالدنيا. مارت مانو ولد عادي أبداً، قلتلك هذا الشيء من قبل. هو حدا مميز وشاطر كتير بدراسته وناجح كمان، وفوق هاد هو عبقري بالإلكترونيات، ورح نعمل كل جهدنا لنساعده يتطور. عن جد قديش قدرتي تعرفي شغلات عن أخي بهالوقت القصير؟ بتمنى مشاكلي أنا وياه تنحل لحتى أرجع أكون قريبة منه وأعرف كل شي عن حياته. روح لعند مارت وشوفوا ابني. عن إذنك شوي. خير، شو لوين بدك تروح؟ وليش متفاجئ؟ مو بدك يعني روح أساساً؟ شو قصدك بهالحكي؟ يعني بما أنه طلع لي أخت هلأ ومشان ما تنشغل فيني أكتر. لا تفهمني غلط، مو مزعوج منك، أنت قدمت لي كتير، ما فيني أنكر هالشي، بس شو ما كان أنا ما بدي شي من هديك البنت، وأنا بعرف دبر حالي منيح. طيب اهدى شوي واسمعني منيح، مشان تعرف ما حدا فينا بالمرة بده اياك تروح، لأنه هذا البيت صار بيتك. لكن ليش خليتها تجي لهون؟ مشانك، مشان ما تنسى بالمرة أنه في حدا بهي الحياة من لحمك ودمك. إذا صار لنا شي لازم تعرف أنه عندك حدا تروح لعنده، هذا هو هدفنا. يلا لشوف، رجع الأغراض لمكانهم، تمام؟ بس أنا ما عاد بدي أشوفها بنوم. أول شي الشنطة. عم تقولي بقلبك يا ريت مارت يجي وتحلوا المشاكل اللي بيناتكم. مزبوط كلامك، متأكدة انه بفترة قريبة رح ترجعوا لبعض واحسن من قبل، بس برأيي عطيه شوية وقت، حياته ما كانت سهلة. الزمن بيداوي كل شي بنتي. كلامكم صحيح، بعد هالفترة الطويلة مو سهل ينحل سوء التفاهم هاد، بس بصراحة انا خايفة كتير مللكم بمشاكلنا، لأنه يلي عملتي أنت وكمال بيك بكفي وزيادة. مو صح، نحن مو متضايقين من هذا الوضع، وحتى رح نعمل كل جهدنا لحتى نصلح الوضع بينك وبين أخوك. بهالحالة رح نتقابل كتير. صار لازم أمشي بسبب مارت، محبوس بغرفته هلا، ما بدي ضايقه أكتر من هيك. على فكرة بنتك حلوة كتير وعيونها بيشبهوا عيونك، ما عندك أولاد غيرها؟ خير شبك أمي؟ ليكي بنتي، أنتي وداعي ضيفتنا وأنا رايحة أشرب مي.
عن إذنك منور خانو. الله معك. تفضلي. شو لوين؟ قررتي تروحي؟ تأخر الوقت، بجي مرة تانية. بمساعدتكم إن شاء الله رح أقدر صلح حلقتي أنا وأخي. قد ما أتشكركم قليل بحقكم، وبتشكرك لأنك دورت علي وقدرت توصلي وأنه تعرفنا على بعض. بفضلك أنت حياتي صار إلى معنى من جديد، لأني هلأ ما عدت وحيدة. طالما عندك هذا التصميم فكل شيء رح يكون منيح، لا تقلقي. تصبحوا على خير. وأنت بخير. كيفه مارت؟ فهم اللي سويناه غلط. فكر إنه حكينا مع أخته مشان تاخده من عنا، بس لا تقلقي، حكيت معه وفهمته كل شيء، يعني كل الأمور تمام. خلينا نفوت. شو هاد؟ لابتوب قديم ما عم يشتغل. طالعته قلت بلكي بقدر بصلحه، بس لسه ما قدرت. مارت، اختك؟ ما عندي اخت. لما امي كانت مريضة كتير ما حدا وقف معي، ولما اجت الفرصة لحتى طيب وتصح اضطريت اطلب مساعدتها، بس هي ما اهتمت ولا رجعت اتصلت، وحتى انها ما اجت على جنازة امي كمان. ولهالسبب انا ما عندي اخت. بكل وقاحة جاي لهون عم تقول اسمعني مارت، شو اللي بدي اسمعه منها؟ شو كانت متوقعة؟ اني افرح بشوفتها؟ فهمانة اللي عم تقوله؟ لا مانك فهمانة شي دكتورة. لا فهمانة، لاني مرقت بهالوضع، وحتى انا امي من كم سنة مرضت كمان، وحسيت بنفس مشاعرك، ووقتها ما عرفت شو لازم ساوي. أكيد معك حق، يمكن أختك تكون غلطت بالماضي. كل الناس بتغلط وبتندم على اللي ساوته، ومو كل الناس بتعرف تعبر عن مشاعرها صح. في ناس بتخبي كل شي بقلبها، وفي ناس بتحب تحكي. بس كل إنسان برأيي بيستاهل فرصة تانية. مثلاً أنت عطيتنا فرصة تانية وشوف شلون صرنا. أنا ما عم قلك هلأ انسى اللي ساوته وحاول تتقبل أختك. اللي بدي إياه إنك تعطيها فرصة لتعبر لك عن مشاعرها. هذا هو الزلمة اللي بحلم فيه، مزاجه، أسلوبه، وقفته، وثقته بحاله، وكلامه كمان. مو معقول، فيه كل المواصفات وبيستاهل إني حارب مشانه. طبعاً إذا اعتبرناها حرب، بس مرته غبية وشغلي معها سهل، بالكتير شهر ورح طيرها. ماشي هي غبية، بس هو بيحبها ولهيك تزوجها. برأيك رح يتخلى عنها هيك؟ ما بتوقع هالقصة بهالبساطة. لما أمسك إيده وإجي لعندك وقت قليلي إذا الموضوع بهالبساطة ولا لا. بنتي أي حدا بحطه براسي بقدر أوصل له. مو مشكلة فليز، استني ورح تشوفي بعينك. لازم سكر هلا. يلا بشوفك، باي باي. أنا وياك خلقنا لبعضنا كمال تارهون.
أنا وياك رح نكون ثنائي بجنة. الدكتورة طلبت مني وقالت لي حاول تسمعها، بالنهاية هي أختك. كل ما بشوفها قدامي بتوتر كتير وبصير أتذكر أمي ووضع اللي كان ما يقوس منه بالمشفى. ما عم أحكي مشان ما أزعج الدكتورة، بس ما بعرف شو لازم ساوي، وكل ما أفكر بالموضوع بجن. بالزور ماسك حالي مشان ما أروح من هون. يا حبيبتي كيفك؟ عادي. خير، شو القصة؟ مبين متضايقة. حكيت مع مارت اليوم وقنعته يقعد هو واخته ويسمع على آخر مرة. هذا خبر حلو. شو اللي مضايقك لكن؟ ما بعرف إذا إصراري عليه بهالموضوع كان شي منيح إله. لما كنت طالعة سمعت مكالمته هو ومايا، والشي اللي لفت نظري إنه هو انجبر يعمل هيك كرمال ما يزعلني. فكرة إنه يتقابل هو وإخته ويحكوا للأسف طلعت عم تأذيه أكتر ما تفيده. ما بعرف، يمكن نحن استعجلنا شوي ولازم نعطي الموضوع شوية وقت. بس كيف رح نخبر ميسم بهذا الشيء؟ رح حاكيه هلأ ونجتمع فيه أنا وياكي. بظن إنها رح تتفهم الموقف، بالنهاية هي عم تفكر بمصلحته. تمام. كمال بيك، كنت ناطرة خبر منك. مرحبا، كيف صحتك؟ كيف بدي يكون؟ خليني أقول إني عم حاول أتقبل يلي صار مبارح، بس عقلي لسه عند مارت. انصدم كتير من يلي صار، كيفه إن شاء الله صار أحسن؟ يعني هدي شوي هلأ. لهذا السبب اتصلت فيكي. بصراحة أنا ونارين حابين نجتمع فيكي بالمكتب عندي، لازم نحكي سوا بخصوص مارت. بما أنكم فضيتوا حالكم فعلى الأكيد رح أجي. صراحة دعمكم لإلي مهم كتير، لأنه لولاكم ما فيني أعمل هالشي لحالي. أنت عن جد شخص مميز كتير كمال بيك، ومحظوظة أنه القدر جمعني فيك. لازم تعرفي أنه أنا ونارين مستعدين نقدم كل شي كرمال مارت. بتشكرك كتير. طيب لكان رح أجي فورا، منلتقى بالشركة. تمام، رح نكون ناطرينك. بعد ما تقرب مني ما عاد تقدر تلفظ اسم ناري. رح خليك تزعل على السنين يلي قضيتها انت وياها. بسيطة، لسه الحياة قدامنا طويلة ورح نعوض كل شيء.